نخش نكمل معابد النوبه. وتاني معبد لرمسيس الثاني في او ثالث معبد هنشتغل، احنا خدنا در والسبوع وجرف حسين، وده المعبد الثالث اللي هو وادي السبوع. وادي السبوع هو معبد رمسيس الثاني محبوب امون رع في ضيعه امون رع، ده اسم المعبد. المعبد اللي بيسمى وادي السبوع لان الشكل بتاع طريق ابو الهول اللي قدامه افتكروا الاهالي ان هو شكل السبوع اللي قاعدين ونقلوه، واتكلم المعبد على هذا الاساس. المعبد زي غيره من المعابد اللي رمسيس مقدس فيها، بمكرس ليه امون وراح رختي ومعاه الاله بتاعه، وبطبيعه الحال رمسيس الثاني كاحد الالهه المعبوده في المعبد. يلا مع بعض نخش المعبد. بلاقي قدام المعبد ثلاث تماثيل على هيئه ابو الهول، في بوابه ورام، يعني مش ده طريق الكباش او مش ده طريق ابو الهول. الثلاث تماثيل الموجودين عندي او التاج المزدوج للملك على جنبين، اتنين على جنب وواحد على جنب. ملاحظه هنقولها مع بعض وهنقولها لما نتكلم على ابو الهول اللي جوه، ازاي اعرف الشمال من الجنوب. العتب متصور عليه مجموعه من المناظر البسيطه جدا، يعني المنظر مثلا حورس مع الملك وهو بيحتضنه، منظر بسيط جدا، مناظر تكاد تكون مش واضحه الى حد كبير، لكن هنا بشوف تمثال لرمسيس بيعلمني ازاي كيف تدمر النسب الفنيه، ازاي النسب الفنيه تبقى مضروبه. شايفين النسب على القاعده هنا، بقايا نقش لكن وخرطوش رمسيس من النقوش الموجوده، بيديني اشاره لاسم الكاهن ايون موت اف. بعد كده ببدا ادخل على الممرين اللي هم فيهم طرق ابو الهول. هنا بلاقي الاولاني على شكل ابو الهول عادي براس ادمي، على القاعده موجود عنخ كنخت فليحيى حر كنخت، والالقاب بتاعه الملك وبتكمل الالقاب. وعلى القاعده موجود هنا على التمثال ده تحديدا موجود نقشين، الاول باسم جحوتي والتاني باسم ست. في التمثالين اللي في الاقصر يا جماعه لو انتوا عارفينهم اللي في نهايه فنائه، رمسيس بيقول على نفسه فيهم شمس الحكام، وبيربط نفسه بست وبجحوتي. الاعداء اللي موجودين على الجنب هنا حضرتك هيبقى سهل ليك جدا، العدو هنا اسيوي يبقى دي التماثيل الشماليه، الناحيه الثانيه هتلاقي العدو افريقي او نوبي يبقى دي التماثيل الجنوبيه. التماثيل مكمله عندي على الجانب ده بالنقوش العاديه بالالقاب الملكيه. الممر بيكمل قدامي زي ما حضراتكم شايفين الصوره كامله في الممر الثاني. الممر الثاني لو حضراتكم شايفينه هتلاحظوا فيه اختلاف بسيط جدا. بصوا للوش، الوش هنا بدل ما بيعمل الوش الادمي عمل على وش حورس النوبي او حورس احد الالهه اللي ارتبطت بالنوبه، وتصور بالتاج المزدوج في شكل ابو الهول في منظر من المناظر النادره علينا اللي احنا ما تعودناش ان احنا نشوف مع نفس الالقاب الملكيه، فليحيى حورس الطور القوي، وبيحط الالقاب الملكيه الخمسه للملك رمسيس، وعلى الجنبين بيكمل الالقاب الملكيه او انه بيجي هنا بيكمل الالقاب الملكيه او انه بيجي يحط النقوش بتاعه انتصار الملك على اعدائه. نبدا بقى مع بعض الصرح. ادي البيلون بتاع المعبد 24 في 20، بنطلع له بتراس كده بسلم لطيف 30 متر في 9، بنلاقي اربع تماثيل موجودين فاضل منهم تمثال. المنظر على الصرح تراديشنال سينز، طبعا منظر عادي جدا، الملك بيضرب العدو قدام امون وامون بيديله صفر الانتصار، ومنظر ما فيهوش اي خلاف ولا اي يعني ما فيهوش اي مشكله، منظر طبيعي جدا. بلاقي الملك بيضرب مره تانية قدام راح ورختي، وراح ورختي برده بيديله العدو. المنظر اللي بقى يعني هنا ضرب العدو او السيطره او تدميره، لكن المنظر على قاعده التمثال بتاع الملك اللي موجود اللي هو تمثال من اربعه، لان في واحد تمثال تاني هتلاقوه مرمي في الرمله هناك اللي هو بتاع رمسيس. البنت اللي واقفه دي بنت عينات اللي هي بنت رمسيس اللي كان مكتوب في النص بنته اللي من جسده وحمت اف ولت الزوجه الملكيه، وطبعا هي مش زوجه بالمعنى الفعلي لكن هي بتؤدي الامر مع ابوها. ظهر الصرح بدخل على فناء خمس اعمده على كل جانب، الاعمده بيحليها التماثيل الاوزيريه طبيعية. كان في مناظر وراها او كان في تمثيل، حسب النصوص بيقول ان وراها كان في تمثيل لاولاد رمسيس وبناته، 28 بلد وولد وسبع بنات. رمسيس كان كتير في المعابد دي يحط ولاده وبناته عشان يدي قدرته خصوبته مقدرته سيطرته على الاماكن دي كلها انها تحت قدرته. يمكن كتير منها مش باين او مش ظاهر، ولكن النصوص دايما بتحكي عليها. رمسيس الثاني كان حريص جدا في تمثيل المناظر دي، وكان حريص انه يحطها لي بالشكل الصريح اللي يؤدي قوته ويؤدي جبروته. انا عندي ولاد، انا عندي عزوة، عزوتي هي اللي موجودة معا. المناظر ما فيهاش مشكلة. ادي الملك بيقلحة الشرقية هنا، هلاقي الملك بيقدم القرابين قدام امون وموت، والمنظر اللي بعده الملك واقف قصاد
يعني هنا امون وموت المنظر معايا ماشي. بعد كده بلاقي الملك قدام راح رختي ورا راح رختي ويساس، ويساس الالهه اللي ارتبطت باتوم وحكينا عنه كزوجه لها وكانت بتساعده في عمليه الاستمناء. المنظر يمكن شرحناه اكتر من 3 أو 4 مرات. بعد كده بدخل في مناظر غريبه قوي، رمسيس قدام امون ورا امون المقدس رمسيس، يعني بيقدم قرابين لرمسيس، رمسيس بيقدمها تاني. انا رمسيس زي ما قلت لكم ده واحد من الثلاث معابد اللي قاله الملك فيهم، نفس زي المنظر اللي هنا، الملك قدام امون ورا امون، ده الناحيه الغربيه قدام امون ورا امون موجود رمسيس الثاني المؤلف. الجميل انك هتلاقي في احتضان بيتم او تلامس بيتم ما بين الملك وما بين امون، زي ما بالله هنا مثلا رمسيس مع راح ورختي عملت الاحتضان، الملك ايده حاطت ايده على كتف الاله راح ورختي في منظر التلامس، الاثنين مقدسين مع بعضهم بقى مفيش فرق. نخش بقى على صلاة الاعمدة، 12 عمود في 3 صفوف، يعني كل صف فيه في 4 صفوف، اسف، كل صف فيه 3 اعمده. الستة اللي في النص يعني الستة اللي في المنتصف بيواخدين تمثال اوزيري قدامهم، بس التمثال الى حد كبير اغلب التماثيل مدمرة بشكل غريب ما نعرفش ليه، يعني هل التدمير متعمد او لا. مناظر بسيطة جدا، مناظر تقدمة قرابين معتادة بسيطة قوي للملك قدام امون، والملك في منظر تاني باين عندي التاج المزدوج مع الاله يبقى اتوم، خلاص اتعودنا، اول ما الاقي الدبل كراون يبقى انا بتكلم مع خنوم. هنا المنظر شايف 4 فازات وراس الاله، الملك الاله والملك بيقدم للمركب بتاعته. بندخل على الصالة الامامية اللي قبل قدس الاقداس، علامة الحب عليها 4 آلهة دين. الملك لابس تاج الخبرج بيقدم لبتاح، وبتاح ورا رمسيس، وتالت إله ده لطيف جدا على راسه قرص على راسه هلال القمر. جوتيه قال لنا ان ده خنصه، لكن بيعتقد البعض ان هو المعبود شبسي، وكلهم موجود قصادهم ان هم المقيمين في بير ايمن. الرابعه دي هتحور مفيش فيها خلاف. الناحيه الثانيه بشوف منظر ليه الملك بياخد علامه الحياه من راح ورختي، والملك بيتلقاه على الجنبين من راح ورختي اللي ممثل معاه. بالمناسبة ده الجانب الجنوبي، يعني لو عايزين نقيس يبقى ده الجانب الشرقي اللي شفناه المرة اللي فاتت بتاع بتاح، ده الجانب الجنوبي. بعد كده باجي على الجانب التاني بشوف عليه المنظر بيبان مع راح ورختي، برضو على الجانب الغربي بيتزور لي راح ورختي، يبقى انا خدت الشرقي والجنوبي والغربي، راح ورختي ممثل مع الملك وبيديله علامة الحياة والبوابة بتيجي معايا. على البوابة الغربية الملك بيقدم القرابين وبيحرق البخور قدام أمون وخنسه وموت بشكل تقليدي جدا، ده الجزء الغربي. بعد كده بدخل أشوف الباب بقى بتاع الدخول نفسه، عليه منظرين. المنظر الأول بيمثل الملك بيتلقى الحياة والجد والعنخ من راح ورختي، ومعاهم كمان سيف الانتصار اللي زي سكينة الموز، والمنظر اللي بعده الملك بيقدم باقات الظهور قدام الإله أمون. الجزء الشمالي من الصالة اللي هي بتتقدم قدس الأقداس، المنظر البديع الملك قدام أنوريس رمسيس الثاني تفنوت ونخبت، والمنظر بيمثل الملك وهو بيحرق البخور والقرابين قدامه. ثم المنظر على البال على العتق او الجنبين بتوع الباب، مره بالتاج الاحمر ومره بالتاج الابيض، بيتلقى الحياه من راح ور اختي. ثم الملك يقدم فازات النور لراح ور اختي وراه رمسيس الثاني، ثم الإلهة يوساس اللي هي الرمز بتاع أتوم أو المرتبطة به أتوم. هندخل على قدس الأقداس، 3.70 × 4.20 في ارتفاع 1.20 متر. رمسيس بيقدم باقات الظهور يمين وشمال قدام الماسورة، الماسورة دي تحولت لفريسكو وهيكل مسيحي باسم القديس بيتر في القرن الخامس. لما وقع الفريسكو ظهر منظر أمون اللي كان متغطي بصورة بيتر، لما وقع فضلت صورة بيتر وكأن رمسيس بيقدم القرابين للقديس بيتر وليس العكس، في منظر من أجمل المناظر. على الجانب الشمالي من البوابة بتاعت قدس الأقداس الملك مع الإلهة حتحور، شايفين كوع اللي أنا اتكلمت عليه لو فاكرين حضراتكم. بعديه الملك بيتصور عندي قدام المركب بتاع راح ورختي وبيحرق قدام القرابين والبخور ومعاه الرموز الملكية. بعديه بلاقي الملك برضو على الجانب الجنوبي بيقدم القرابين قدام راح ورختي ومعاه المعبودة الإلهة موت ربة إشر أو المرتبطة بأمون في الكرنك، ومع المناظر بعد كده بتكمل عندي علشان اشوف الملك برضو مرة تانية ككاهن قدام المركب بتاعت امون ومعاه الرموز المقدسة والقرابين والخيرات كلها اللي بتقدم، وبيتلقاها الملك بالشارات بتاعته. لو بصينا على الشارات هنلاقي الشارات بتديني ثالوث طيبة، امون وموت وخنسه في شكل بديع، كأن الشارات اللي بتقدم ليها كأن هو بيكمل عليه. المقصورة الشمالية بقى شبه مهدمة تماما، مش ظاهر فيها اي شيء الا
بعض المناظر من خراطيش الملك، المقصورة الجنوبية، وبيمثل فيها بقايا مناظر للملك بيحرق البخور مرة قدام راح ورختي ومرة قدام أتوم يمكن، ومرة بيظهر حورس، بس حورس بيظهر حر بهن، بهن اللي هي حورس سيد بهن، وحورس رب مروي أو رب المنطقة الجنوبية اللي بيقدم للملك الحبسد ونصوص الأعياد. بعد كده الملك بيقدم أواني أو الفازات الخير قدام راح ورختي ووراه رمسيس الثاني المقدس. بيجي الملك بعد كده بيقدم فستين النو لأمون رع اللي بيمثل أمامه آخر منظر، وبيقول لنا الملك مع السلامة واقف قدام المعبودة نبت حدبت، نبت حدبت اللي هي متصلة براح ورختي برضو في عملية الخلق مع توم، وبيقدم لها إناءين العطور. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله مع معبد الدكة أحد معابد النوبة العظيمة. إلى اللقاء تعالى، سلام عليكم.